بالإضافة إلى استخدام الأعشاب لإضافة نكهات مميزة للطعام، إلا أنها تلعب دورا مهما في الوقاية من عدد من الأمراض، إذ تحتوي على مركبات فعالة والعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، سواء كانت الخضراء منها أو تلك التي تم تجفيفها. فما هي الفوائد الصحية للأعشاب وما هي الطرق السليمة للاحتفاظ أو الحفاظ عليها؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة التغذية سهى العالمي. سهى صباح الخير. خير. صباح النور. واحدة من الأشياء يعني الصعبة أو من المعضلات أنه تفرقين بين البقدونس والكزبرة، هذا مو سؤالنا اليوم. راح نتكلم عن فوائد الأعشاب، وإحنا كنا شوي قبل شوي أنا ومروة، يعني أكيد هي ما راح تعرف طريقة تخزين. فشلة. أي لا مو فشلة، يعني الجهل بالشيء. لا لا ما تقلقش علي، ست بيت على قد. اليوم عندنا هذه بعضها مجفف وبعضها أخضر، أخضر أو طازج، أيهما تنصحين به أكثر؟ الفوائد أين تكمن، في المجفف في الطازج؟ هلا احنا كثير بنوصي بالاعشاب كمطيبات عشان يبتعدوا الناس على اي اضافات زي ما قلنا الملح او مكعبات الدجاج لاطفاء ذاك الطعم الحلو، ويبعدوا عن اي شيء ثاني غير صحي. بالنسبه لسؤالك، كثير بنحب انه يكون كل شيء يكون طازج ما غير معامل. ليش؟ لانه معامله البهارات او الاعشاب نطحنهم بتروح الزيوت الطياره منهم، بالاخير بصير ما في طعم او ما في الماده الفعاله اللي احنا بنحبها او اللي بتعطي المذاق الحلو. فدائما نروح على الطازج ونبتعد عن الناشف، ولكن في بعض المواسم ما بتكون فبنقدر نستعملها بهاي الفتره فقط. بس الفيتامينات بتقل خلال تجفيف هذه الاعشاب ولا طبعاً. ممكن أتقل. طبعا بتقل كثير. طيب بالنسبه للقيمه الغذائيه لكل نوع معنا في الاستوديو، كلمينا واحده واحده كده وازاي نقدر نستفيد منها. اليوم احنا جايبين عده انواع، اغلبها كثير مفيده او مضاده للاكسده او مضاده للالتهاب. هلا في هون بس مغالطه كثير ناس بيدخلوا فيها انه مهما شربوا من الاعشاب ما رح يتاثروا او ما رح تصير مشاكل لعندهم. هون بنقول انه هذا كثير غلط، اي شيء زيادته زي نقصه. نتاكد قد ايه لازم، قلنا ما في جايد لاينز او ما في اي معلومات او جداول نقول كم لازم باليوم، ولكن نعرف حساسيه الشخص قد ايه ممكن يتحمل، كم لازم ياخذ، يعني كل واحد وحسب نفسه، طبيب نفسه زي ما احنا بنقول. اول الاشياء اللي احنا جايبينها اللي هو اكليل الجبل او الروزماري، كثير ناس بتحبه وبضيفوه بالمطابخ للحمه، له كثير الفوائد. ليش؟ لانه خاصه باللحم المشويه وقت الشوي بيطلع ماده مسرطنه، اذا كانت منقوعه باكليل الجبل من قبل بيوم بتقل هاي الماده تقريبا 70%، فهي كثير مفيده. غير هيك هي الناس اللي عندهم احتباس في البول، فبنوصفها للناس اللي يصير عندهم ادرار للبول، ممكن ياخذوا 5 جرام باليوم، يعني من كوب الى كوبين يغلوا. احنا ما بنقول انه يغلوا، بالعكس احنا نغلي الماء ونحطها على الاعشاب هاي او الافضل يعني فائده. درجه ليست درجه ما تكون مغلي، مغلي الاعشاب هاي ما بتفيد، ولكن احنا نغلي الماء بعيد ونحطها على نوع ونتركه مغطى لفتره بعدين بنقدر نستعمله. الاشخاص كمان اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي بعطوه تبخيره طبيعيه، اللي عندهم ربو كمان كثير مناسب لهم، كمان هو بعتبر مهدئ هيك ريحته معطره، بحطوه في البيوت الاشياء للناس اللي بتحب الاشياء الطبيعيه، وكمان مناسب للناس اللي عندهم الروماتيزم او الروماتويد، كثير مناسب لهم. طيب هذا الروزماري او اكليل الجبل. طيب ما شنو اللي عندنا؟ انا قبل شوي سمعتك تقولين زيوت طياره. صح، شنو زيوت الطياره؟ هلا كمثال بسرعه هيك بسيط، لما بنطحن الفلفل او بنطحن الكزبره إيه؟ فبنتركها فتره بتحس انه طعمها وريحتها مختلفه، بس لما تمسك الفريش بتحس انه في ريحه وفي طعم. صح؟ هذه الزيوت خلال المعامله اللي هي الطحن او إيه؟ يعني الفرم كثير بتروح بتطير، او خلال الطبخ كمان، احنا حكينا بالفقره اللي كانت قبل، لما بنطبخ هاي الاعشاب والاشياء بتقل ريحتها، فما بنعملها كثير بالحراره، الافضل انه نحطها اخر شيء يعني كمطيبات. ما نحمسها ولا لانه بتروح فائدتها، بتروح طعمتها، بتروح اللي فيها. طيب. بالنسبه للكزبره، الكزبره كثير مفيده، بتحتوي على الحديد. ايه كمان مفيدة للأشخاص اللي عندهم الروماتويد، الكزبرة الخضراء والكزبرة اللي هي حاطينها بعيدة عني الحل. الكزبرة هذه ناشفة.
الكزبرة. الكزبرة بتحتوي على مواد بتشبه كتير هرمون الأستروجين عند السيدات، فبنوصف فيها للناس اللي هم بيكونوا في سن الأمل. بس كمان بدنا نكون ندير بالنا إنه هي ممكن كترتها وشربها بزيادة واستعمالها بزيادة ممكن إنها تعمل لخبطة في الهرمونات، فنتأكد إنه تكون بحد معين في أو بطريقة معينة. هي مضادة للالتهاب وطعمها هيك حلو بالأكلات، والمطبخ الهندي بيعتمدوا عليها. طيب. معنا أقل من دقيقة ونص لو نكون أسرع عشان نقدر. المرامية مهدئة وللناس اللي عندهم سكر بنوصي فيها كمان ممكن أنها تخفض من السكر. هذه المرامية ولا الثانية؟ هاي المرامية الجافة وهاي المرامية الخضراء. إذا بنقدر نشوفها. تفضلي. وكمان هذه يشربونها مع الشاي. مع الشاي بتحس ريحته هيك وبعدين بتساعد في عسر الهضم. أنا ما جربها كثير حلو طعمها. مالي بالمرامية. بالنسبة للبابونج للناس اللي عندهم أراق عندهم عسر هضم عندهم غازات الأطفال بنوصف فهم كتير بتكون جيدة. لحظة البابونج اللي هو هذا على شكل وردة وزهرات. البابونج بتهدي الأعصاب. الناس اللي بيحبوا هيك تكون عندهم استيقاظ بس بطريقة حلوة بشربوه بدون سكر أو مع عسل ممكن يكون كتير جيد. الزعتر الأخضر بنحب أقول إنه كتير ناس بيفكروا إنه هو هالعالمي شوي شوي علينا ما راح نلحق وياه ما في إلا دقيقة واحدة. الزعتر الأخضر هذا الزعتر الأخضر إيه؟ هذا هو. طيب مروة. الزعتر كتير مفيد للناس اللي عندهم استعال أو مشاكل بالتنفس. هذا شنو؟ هذا ريحان. ريحان البيزل حلو مع الجبن. الريحان صح حلو بالساندويتشز بالسلطات أو وبعدين بيحتوي على الكالسيوم والفوسفور. طيب هذه طيب. بعض من الفوائد الغذائية للأعشاب أو الخضرة كما نسميها. طيب شكرا لخبيرة التغذية سهى العالمية، يعطيك العافية. حاولنا ان نغطي الكمية. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية.